أخبار اليوم. نعم الصديق ونعم الدعفة الحلوة، ألف رحمة الله عليه. أسألكم الفاتحة جميعا والحق حسن مصطفى بالرحمة والله. الأستاذ حسن مصطفى أستاذنا كلنا، الأستاذ حسن مصطفى الناظر بتاعنا والأب بتاعنا، الله يرحمه ويحسن إليه. كان راجل طيب جدا، وكان راجل بيتعامل مع الناس تعامل عظيم جدا، تعامل إسلامي، راجل متدين، كان يصلي بينا وروح أي رحلات بره كان بيصلي بينا، وكان قدوة حسنة للفنان العظيم، وكان يحب الصغير قبل كبير. أستاذ حسن مصطفى له ماضي عريق وفنان عريق، وكل الناس بتحبه، الصغير قبل الكبير. حسن مصطفى خسارة كبيرة جدا جدا جدا، خسارة الفن الكوميديا، يعني ربنا يرحمه وربنا يصبر أهله، وإحنا خلاص يعني على الرانوي كلنا. الجيل الجميل، الجيل العظيم بتاع حسن مصطفى، هو يعني لحق أولاده، لحق أحمد زكي، ولحق سعيد صالح، ولحق يونس الشلبي، ربنا يرحمه ربنا يرحمه. مش العظيم السنجام بتاعك الدنيا على فكرة، يعني أنا بقى حسن من يوم إسماعيل سيد إسماعيل روح، بقول له حسن بكرة تجي بدري إلى سيدة الجميل إلى الأعلى إلى الدنيا. كان نجم حتى في الأدوار الصغيرة، كان نجم، وبرضه يوم وفاته أنا بحس إن هو نجم راحل. النهارده فقدنا أحد عمل الفن الزمن، الفن الجميل في الوطن العربي وفي مصر، بس أستاذ حسن البشوش الضحوك حق ربنا يرحمه. احنا كلنا بنملك دلوقتي ان احنا نقول فاتحة، واتمنى له الرحمة، وما فيش في ايدينا يعني فقدنا عزيز غالي، بس ما يغلاش على اللي خلقه، الله يرحمه. على خلقه ومن الجيل اللي تربى تربية فنية ومؤهل يعني خبرته ومعلوماته وثقافته للناس كلها، ما كانش بيبخل على حد، كان فنان قدير، وكان أستاذ، وكان بيبعث نوع من الطمأنينة لأي فنان جديد جنبه. أنا اشتغلت معاه في بداية حياتي، كنت بحس بالطمأنينة ده، وشاركت بالأبوة والأخوة، وخالك يعني تحس إن خالك واقف